برج الحمل. مهنياً يوم جميل ومحير، حيث تكون أمام اختيار أمر من عدة أمور تتعلق بمصلحتك المهنية. استعمل ذكاءك وحدسك وخبرتك كي توفق لاختيار الأفضل. عاطفياً يوم مشرق يبعث فيك الأمل والتفاؤل، حيث يتحقق أهم أمر هام عملت مع الشريك أو الحبيب لتنفيذه. برج الثور. مهنياً وقائع وأمور مهنية جديدة تمر بها لأول مرة وتتابعها بدهشة واهتمام تجعلك تغير آرائك واهتماماتك. عاطفياً تتصدع علاقتك العاطفية مع الحبيب أو الشريك، وتحاول أن ترممها واضعاً دعامات جديدة وقوية قادرة على استمرارها، وسوف تنجح بذلك. برج الجوزاء. مهنياً تكون أمام عرض مادي مغر يحقق لك مكاسب مالية، ولكنه محفوف بالمخاطر، فكر جيداً قبل الموافقة. عاطفياً تتجاوز فترة الركود بالعواطف وتتعرض لمنعطف إيجابي بالمشاعر وتغرق في بحر من الحب والعشق. برج السرطان. مهنياً تحاول تحطيم الحواجز والقفز فوق الواقع لتصل إلى طموحك، ولكنك قد تمر اليوم بحاجز يجعلك ترتبك في تصرفاتك وقراراتك. عاطفياً قد تتعرض علاقتك مع الشريك أو الحبيب إلى الضعف بسبب إخفائك أمراً جوهرياً عنها، حاوره وسيعود كل شيء إلى طبيعته. برج الأسد. مهنياً هذا اليوم مهم لأنه سيقرر مصير أمر يتعلق بمستقبلك وارتباطاتك المهنية، فكن حكيماً في تصرفاتك ولا تتخذ قراراً خاطئ ينعكس سلبياً على وضعك المهني. عاطفياً تحاول اليوم التهرب من مشكلة عاطفية تتعرض لها، وتعيش رغبة جامحة في أن تترك كل شيء وتسافر، الأفضل أن تتصدى لها. برج العذراء. مهنياً قد تواجهك اليوم تحديات مهنية واجتماعية، كن شجاعاً ولا تستسلم، فثباتك وإصرارك هما مفتاح نجاحك وانتصارك. عاطفياً تتعرض علاقتك مع الشريك أو الحبيب إلى الفتور بسبب عنادك وأنانيتك وتمسكك بالمظاهر، الحب أخذ وعطاء وتسامح. برج الميزان. مهنياً لا تتسرع اليوم في اتخاذ أي قرار يتعلق بالعمل أو بالسفر، وأعطي لنفسك فرصة للتفكير العميق لكيفية التصرف في مواجهة المستجدات. عاطفياً تكون اليوم تحت نزعة التملك القوية التي تحولك إلى أناني ومسيطر، وهذا يؤثر سلبياً على علاقتك مع من تحب. برج العقرب. مهنياً تبدأ اليوم مرحلة جديدة وتجد أمامك آفاقاً جيدة يتحقق من خلالها جزء كبير من طموحك المهني، وتتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المادية. عاطفياً الشريك أو الحبيب بحاجة إليك ويعيش العزلة الذاتية، وأنت الوحيد القادر على إخراجه منها. برج القوس. مهنياً يكون أمامك اليوم الكثير من القرارات الهامة التي يجب أن تعطي كلمتك الأخيرة فيها لبدء الخطوات اللاحقة، كن جريئاً فالحظ يقف إلى جانبك. عاطفياً تعيش مع الحبيب أو الشريك أعلى مراحل الحب المثالي، ولكن قد ينتابك اليوم القلق والضجر بسبب انشغاله عنك بالأمور العملية والحياتية. برج الجدي. مهنياً تنتهي فترة الجمود والصعوبات المادية التي عانيت منها لفترة، وتجد أمامك الأبواب مفتوحة لتبدأ من جديد تحقيق ما تريد من نجاحات مهنية. عاطفياً يسيطر عليك الحب القوي، ولكنك لا ترى أو تعالج سلبيات من تحب، وربما يؤدي ذلك إلى بعض السلبيات في علاقتكما. برج الدلو. مهنياً تقف اليوم مشدوهاً وحائراً وأنت ترى عجلة الحياة تدور بسرعة دون أن تكون فاعلاً، استنهض قوة إرادتك
كي تؤثر بالتغيرات التي تحيط بك. عاطفياً، قد تخفي اليوم نقاط ضعفك وحقيقة شعورك تجاه من تحب لتحمي نفسك من استغلاله لعواطفك. الحب عطاء وتضحية. برج الحوت. مهنياً، اليوم مناسب كي تبدأ بتنفيذ مشروع جديد سيكون ناجحاً إذا أمنت له الكفاءات الضرورية، وسيدر عليك أرباحاً جيدة. عاطفياً، يبتعد الطرف الآخر عنك بقلبه وعقله هذا اليوم لأسباب نفسية، ولكنه سيعود وإن ابتعد. اترك قلبك مفتوحاً لاستقباله، لأنك لن تنتظر طويلاً.